مرحبا اخواني الاعزاء، بهذا الفيديو راح نوجد حل ان شاء الله لمشكلة ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للديسكتوب. اذا كان مثلا عندك تبريد هوائي او ما يتحمل مثلا يعني عمل البوسة او المعالج او الكارت الشاشة باقصى السرعة. اما بالنسبة لللابتوبات فتجد مساحة الهوائية داخل أو توزيع الهواء داخل اللابتوب مضغوط، فما يقدر يحصل اللابتوب على كفاية من الهواء البارد أو راح ترتفع درجة حرارة المعالج وكارت الشاشة بسرعة. طبعا طريقة بسيطة جدا بدون ما أروح المذر بورد ولا نقلل السرعة ولا نقلل الفولتية. وبالنسبة لللابتوب والديسكتوب نفس مبدأ العمل، نروح للستارت. مرات طبعا بالديسكتوب ما يطلع عندنا علامة البطارية، بس نقدر نختار قسم الباور. أما أكتب باور، كلمة باور عفوا، تطلع لي باور اند سليب. او نقدر طريقة ثانية اسهل، نروح علامة او الافضل هي سيتنجز، نروح للسيستم، نروح للباور اند سليب، نختار شو نسوي هسه. نقول اديشنال باور سيتنجز، احنا نختار البالانسد طبعا هو هذا الافضل، او نختار مثلا التيميت بيرفورمانس اذا على وضع الاداء. المهم كل الاحوال احنا نقول تشينج بلان سيتنجز، لو بنقول تشينج ادفانس باور سيتنجز. هنا انا اروح المن نروح البوستر باور مانجمنت، نروح الماكسيمم بوستر ستيت. احنا نريد ان نمنع البوستر من الوصول الى اقصى مرحله، لان بهاي المرحله راح يسخن الى درجه بحيث ما يقدر المراوح بالنسبة لللابتوب تنزل درجة حرارة، أو بالنسبة للديسكتوب إذا تبريد هوائي. ندوس على الزائد. هاي طبعا احنا ما عندنا هاي اون باتري، احنا عندنا بلاج ان بالنسبة للديسكتوب. وبكل الأحوال احنا باللابتوب أكيد راح نعبي يعني واحنا رابطين على الكهرباء، فهاي بلاج ان مكان ما 100% يعني يشتغل البوستر على أقصى أداء. نخليه على سبيل المثال 75، نقول له ابلاي. بهاي الطريقة راح ما يوصل ده البوستر الى اقصى الاداء، يعني ممكن يوصل تقريبا 75% من ادائه. طبعا هو مكافي جدا، لان احنا قلنا الالعاب بصورة عامة تعتمد على الكارت شاشة اكثر ما على البوستر. قد يصير هناك احيانا انها ما يسمى بعرق انزجاجه، احنا بنشوف كل ما مثلا صار مشكلة او الاداء اقل نزودها مثلا، بس ما نحاول نخليها بالمية بالمية، يعني نحاول نوصل هنا نسبة ما تتعدى 90%. وهذا الطريقة بسيطة جدا وما يحتاج أي تعديل أو تقليل فولتية كارت الشاشة أو عفوا البوستر. طبعا احنا موضوعنا البوستر، لأن كارت الشاشة نادرا ما ترتفع درجة حرارتها فوق ال يعني 80 وهيك شيء. أتمنى يكون هذا الفيديو ساهم شيء، وشكرا لكم.